السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا على خير وبخير نتوما وليداتكم. شاهدوا خصكم يطلنا، راه دير الفطور الملاعب نتوما مع الفورس. هذا الفينو هانتوما شويه الخميره تندير، انتم تسكبون فقاش تصوران. دابا ندير الملحة، هانتوما نتوما نتمنىكم تعجبكم، عجبكم المداويت خاصكم يحطو هاد النهار. هانتوما
دابا انا ندوب الزبده، نتوما مالين الخير، ومعها الزيت. ها هانتوما الزيت، هانتوما المشاهدين ديالي، يخليكم ليا، تبعو خصكم يط، ودخلوا عندي القناة، ديروا لي ابوني. دابا انا نقطع العجينة، هانتوما انا نخدم السي طيب العربي، خصنا من هنا واحد نسير على من الباب، ثم ما ندير الخير، انا غادي ندير لي داك من الباب السي طيب نفطر النار بالملاعق، وبقى خوتي يجيو لعندي وندير لهم حتى هما الملاعق. المشاهدين ديالي الاعزاز الغالي، ها الزبدة دابا دوبتها، هي دابا تبيها نفرق دابا، أنا دابا غنفرق الملوية، هانتو هما لي الخير والخمير، هانتوما المشاهدين ديالي العزاز الغاليين، لي دارتها خصكم يطا توريهالكم، هما جعلي ندير غير بريدي داتي ونجلس حداه ونوريه لخوتي وخواتاتي، هانتوما. ها الزبدة بالزيت هادي سنفرق بيها، شتو لي ميدوبتها، وهادي السميدة ها، نتمنى يعجبكم، الى بغيت خاتكم يطا، عقبة تجيو عند خاتكم يطا، ودير لكم ملاوي، ودير لكم الخمر، ودير لكم طعام، ودير لكم اللي بغيتو، اللي تمنيتو غنديرها لوليداتي وبنياتي.
هيا دابا هيا تعبت، تنتمنى للمشاهدين دياولي عزاز الغاليين وزارة جات هاد الملاوي جات. انتم سوف بالسميدة الحرشة ديال الخبيز. نتمنى انكم يعجبكم. Thank you.
حاجه تمام. المشاهدين ديالي الله خليكم ليا مسانديني ومدعميني وواقفين معايا، اللهم تعالى يوقف لي يوقف معاكم العزاز الغالي. كنتمنى لكم نتوما بحال هاد غطيات الملوين يجيو لعند خاتكم يطيو ديروا لكم. دابا ساليت هذا بس اللي سنتم على الخير. انا ساليت دابا يعجبكم وليدات انا نعمر دابا هاد الكاس ديال التاي نتمنى ما يخير. من هذا الشيء نتمنى الكويز ده تعجبكم. السلام عليكم مشاهدين، كيف صبحتوا لاباس عليكم؟ نتوما بخير وليداتكم العائله كل يوم وانتم بخير ان شاء الله بالسعاده والافراح وكل ما تمنيتوا ان شاء الله. تحيه لكم، تحيه للمشاهدين الاعزاء ديالنا الغاليين، شكرا لكم بزاف على الدعوه ديالكم على التعاون ديالكم معنا، الله يحفظكم لينا، شكرا لكم بزاف. واذا كنتوا كتحبوا اخوكم الطيب واختكم يطو دخلوا تابوناو عندهم وعاونونا وساعدونا، والله تعالى كلكم عوين ومساعد ان شاء الله بحول الله. وشكرا لكم. واليوم لله طحنا هذا النهار الشتاء ما خدمنا شاي، تبارك الله قيل الشتاء البارح وبيت الليل كامل، شوف تبارك الله حتى ولات واخا قطرت لنا، شوف الصطاحات والله الا ولات قطرت عاوتاني، شوف كل البوتين ولا شرب الاميات تبارك الله اللي بدات كطيح هي اللي كطيح البارح وهذا النهار قيلها هي كطيح. دابا راه عاد حبست دابا شي شويه الخيرات تبارك الله علينا وعليكم بزيد الرزق ان شاء الله وطول العمر وبالصحه ان شاء الله والخيرات لكم لكل المسلمين ان شاء الله بحول الله. وافطورنا دابا اليوم لا يطونا دارتنا الملاوي راه وعدتنا في الليل يوم اليوم قالت لنا غندير لكم الملاوي بالصحه ان شاء الله وهي دارتنا الغطاء الملاوي. كنتمنى للمشاهدين ديالنا العزاز الغاليين ملاوي واش من ملاوي راه ماشي زعما داك الشيء رائع تبارك الله عليها.
داكشي تبارك الله كي تفتت غير وحده. الله يحفظك بارك الله فيك، الله يعطيك الرضا. انت هاد اليديات لا نبوس لا نبوس ان شاء الله تنبوس الله يما تبوسها صافي. لا والله صافي يحفظك ليا بارك الله فيك، خليك يحفظك ليا بارك الله فيك، الله يسر امورك. وشكرا، هذه المرضيه لابس المرضيه راه مرضيه الله يعطيها الرضا، شكرا ليها بزاف. وشكرا لوليداتي كاملين، السي العربي ولا مريم، السي محمد راه كيعسل خالو في الدار راه غايب علينا شويه، كيجي مره عاد كيرقب علينا. وشكرا لكم بزاف. والسي العربي تا هو يعطيكم شي كلمه. السلام المشاهدين، كيسمح حسون مزيان، كي دايرين بخير؟ وي الوالده مسكينه وجدتنا الملاوي اللي خليها لينا، ما خدمناش اليوم، طاحت الشمس ما خدمناش. وي الوالده مسكينه وجدتنا الفطور اللي خليها لينا. صحتكم وراحتكم، مرحبا بكم، بابنا مفتوح عليكم، الله يحفظكم بارك الله فيك. وانا دابا وجدت الفطور لوليداتي، درت لهم الملاوي، قالك بغاو الملاوي درت لهم الملاوي. وتا نتوما اللي جيتو عندي ندير لكم الملاوي وندير لكم الخمام وندير لكم الطعام، وبابي مفتوح على وجوهكم، والله يخليكم ليا وطول لي لكم العمر. كيما مدعميني واقفين معايا، اللهم تعالى اللي يوقف معاكم، والله يخليكم ليا المشاهدين ديالي العزاز الغاليين. وشكرا لكم وليداتي وبنياتي، شكرا لكم. سلامة موي، تحية لزينب من تركيا، تحية بالله على التحية. انت قالتك زينب ياش؟ ام زياد قالي ام زياد من تركيا. ام زياد، ام زياد ولا ام زايد ولا كيفاش؟ بعدا بلغ ليا التحية. تحية لك اختي ليلى ياك؟ لا زينب. زينب، تحية لك اختي زينب من تركيا، من تركيا المغربية الأصيلة، شكرا لك بزاف. تحية ليك لوليداتك للزوج لكل خوتنا في تركيا، تحية لهم بزاف وشكرا لك بزاف، حيت طلبتنا نوصلها التحية، نوصلها لها تحيتنا عزيزة ليك. بارك الله فيك، الله يحفظك لينا، وشكرا لك بزاف، وباي باي عليكم المغاربة. تحية لميمنا من هنا حتى العنسية. تحية لميمة خذتها علينا خاوية ومرات انا موراها والله العظيم الا بقى مريضة. والتحية ليها وتحية لكل العائلة ولكل الأحباب ولكل اللي كيحبونا كنحبوهم. ليلي خطيكم ليلى، والسلام عليكم ورحمة الله.